التقرير الأول كان هو تقرير اللي خاص بالصحافة خلال الجائحة وبالخصوص في الحجر الصحي. إذن رصدنا الآثار ديال الحجر الصحي على الصحافة سواء الورقية أو الرقمية. احنا الآن بصدد تقرير ثاني اللي الهدف منه هو أنه نحاول نشخص الأزمة في شموليتها. وفعلا تبين بأنه بالرغم من رفع الحجر الصحي وعودة الصحف الورقية إلى الصدور، وتقريبا في بعض الفترات رجعت الحياة إلى طبيعتها، لكن الصحافة لم تعود إلى ما كانت عليه. إذن كان هدفنا هو تشخيص هذه الأزمة البنيوية اللي كنعتبروها بنيوية، للملامح ديالها بدأت في 2013 واللي تواصلت خاصة بالمنافسة القوية ديال التطورات الآن ديال استعمالات التكنولوجيات الحديثة، ولكن هذا ماشي مبرر بوحديته. كاين هناك أزمة بنيوية تتعلق بما هي بنية المنشأة الصحفية، ما هو النموذج الصناعي للصحافة الورقية والرقمية في المغرب، ما هي الإشكالات اللي مطروحة في الطبع، في التوزيع، في المقروئية إلى آخره، في الإشهار كيفاش كيتوزع. إذا هذا النموذج كله في نظرنا كان خصنا نشخصه، هذا ما حصل في هذا التقرير، بهدف أنه ندفعوا الفاعلين المختلفين المتعددين اللي كيتدخلوا في هذا القطاع كله، ومن بينتهم أيضا الحكومة اللي عندها دور مهم، إلى أن تناقش هذه القضية هذه بجدية أكثر من اللازم، أكثر من السابق عفوا، وبأن نبحثوا على حلول بشكل مشترك. لا يمكن تصور واحد البلد اللي يسعى إلى التطور، اللي يسعى إلى أنه يكون عنده نموذج تنموي جديد لأنه يرتقي، بلا ما تكون عنده واحد الصحافة راقية متطورة متقدمة. الآن نحن أمام أزمة اللي تهدد الصحافة، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء اليوم.